أعلن مطار الشارقة الدولي عن جهوزيته التامة للتعامل مع ارتفاع وتيرة الطلب على السفر خلال ذروة موسم الصيف، مع اتخاذه أعلى مستوى من الإجراءات بما يضمن تقديم تجربة سفر آمنة ورائدة للمتعاملين. السفر هو المنفذ الأساسي للاسترخاء وتحسين المزاج، لذلك يحرص البعض على استغلال هذه الفرصة لاستعادة طاقاتهم والعودة للعمل بروح مفعمة بالنشاط والحيوية. فبالتزامن مع موسم العطلات الصيفية، أنهى مطار الشارقة الدولي استعداداته لاستقبال المسافرين من وإلى الدولة في ظل خطة تضمن أفضل تجربة سفر لهم، في ظل توقعات بأن يشهد موسم السفر هذا الصيف نمواً قياسياً يتمثل في استقبال أكثر من 4 ملايين مسافر. تم إعداد خطة مسبقة من قبل هيئة مطار الشارقة بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لضمان حركة انسيابية المسافرين في مبنى المطار، مع توفير أعداد من الموظفين في تقديم جميع الخدمات المقدمة لجميع المسافرين في كل أريحية وسلاسة. وتأتي هذه الجهوزية في ظل بنية تحتية رقمية ذكية تواكب تطلعات المسافرين في وقت يعد موسم ذروة بالنسبة لمطار الشارقة، خاصة وأنه يتعامل مع أكثر من 100 جهة دولية في فترة ينتظرها الجميع، خاصة الموظفين وطلاب المدارس، لما يعتبره البعض من الضروريات بعد رحلة عمل أو دراسة بهدف السياحة أو زيارة الأهل والأصدقاء. أول شيء نختار وجهة الأمن والأمان، تمام؟ ثاني شيء نختار جو مناسب، بارد حلو كتغيير جو، مناسب حق العائلة، أمن وأمان أرتاح فيه، نغير نفسية فيه، وحق المصروف طبعا شيء أكيد أن نختار وجهة تناسبنا كسعر كتذاكر كفنادق هناك، بعد نشوف الأنسب لنا ونسافر فيه. لا لأقل الواحد كمان مشان أهله، الواحد بينزل مشان يشوف بلده ورفقاته وأهله، يعني الواحد ما بيتخلى عن بلده، يعني قد ما قعد بالغربة مرجوعه آخر شيء بالنهاية لبلاده. كميزانية طبعا شيء كتير مهم، يعني في بلدان غالية في بلدان رخيصة طبعا شيء أساسي بتلعب دور، ممكن في بلدان ما نحسن الرحلة بسبب ميزانيتها العالية، وطبعا إذا في أهل بالبلد اللي رايحين له يعني الواحد بيتشجع أكثر، طبعا بيحب يروح يزور أهله، طبعا بحكي على بلد غير البلد الأم. بسبب الجو الحار موجود في دول الخليج عموما، يعني ما بنتكلم عن دولة محددة، فالناس تحاول انها تدور على مناطق تكون ابرد شوي واجمل في الجو والطف، وايضا في بعضهم اللي يحتاج انه يروح يشوف اهله او جماعته او ناسه، وفي اللي يحب يطلع على اساس العمل يخلص بعض الاعمال التجارية او غيرها، فهذا موسم السفر عموما يعني في هذه الأشهر، وإجازة الصيف للطلاب شيء معروف أنهم أكثر الأوقات اللي يحبوا فيها الطلعة. يشار إلى أن الطاقة الاستيعابية لمطار الشارقة تبلغ حوالي 9 ملايين مسافر سنويا، إلا أن المطار قد نجح في العام الماضي في التعامل مع ما يزيد على 13 مليون مسافر، وذلك نتيجة للجهود المكثفة التي تقدمها هيئة مطار الشارقة الدولي، بالإضافة إلى المشاريع التي تمت لزيادة القدرة الاستيعابية خلال عام 2022. الشارقة الوجهة المثالية للتسوق والتوفير والاستمتاع بالمعالم السياحية والتاريخية العريقة، ها هي تطلق عروضها الصيفية الاستثنائية في عامها 2020 لتقدم للزوار والمقيمين تجربة جديدة ومميزة. فمع بدء فصل الصيف تواصل غرفة تجارة وصناعة الشارقة تعزيز مكانة الإمارة كوجهة مميزة للتسوق عبر تنشيط حركة قطاع مبيعات التجزئة بحزمة من المهرجانات والعروض كعروض صيف الشارقة 2023، الحدث التجاري والسياحي المنظم بالتعاون مع عدد من شركائها سنوياً،
ويعد أحد أهم الفعاليات الرئيسية ضمن تقويم الشارقة، حاملاً معه هذا العام باقة من العروض الترويجية والتخفيضات الكبرى وتجارب التسوق والفعاليات الترفيهية والجوائز القيمة المستمرة على مدار 65 يوماً في كافة أرجاء الإمارة. بإذن الله ستكون عروض كثيرة وفعاليات متميزة خلال هذه النسخة من العروض، منها مهرجان الذيد للرطب، وأيضا منها مهرجان المالح والصيد البحري في مدينة دبا الحصن، بالإضافة إلى فعاليات متنوعة بمشاركة جميلة من مراكز التسوق في الإمارة والمدن التابعة، عندنا في كلبا، في غورفكان وغيرهم، كثير من المحلات التجارية ومراكز التسوق مشاركين معنا، هذا أيضا بالتعاون مع الدوائر الحكومية في إمارة الشارقة، خصومات وتخفيضات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى جوائز عديدة منها السحب على سيارة نيسان بترول، أيضا باقات سفر سياحية وكوبونات تسوق والعديد العديد من الهدايا والجوائز والفعاليات بانتظاركم. المهرجان يعد فرصة للكثيرين لاقتناص أجمل العروض والخصومات مع بدء موسم الصيف المعروف بالسفر والتجارب الممتعة. أنا موجود في الشارقة من 3 أيام وقاعد أشارك في الأسواق والأماكن التجارية ومستفيد جدا بالعروض، وجبت أهلي، أحب أشارك في الأماكن السياحية كذلك، موجودة في خورفكان، أماكن جدا جميلة من شاطئ خورفكان وحدائق وجبال ووديان، فأنصح الجميع بزيارتها. من جميع دول الخليج إمارة الشارقة تتميز بهذه الأشياء بشكل جميل وكبير جدا. في الحقيقة الشارقة حلوة، وناويين بإذن الله نزور المناطق الشرقية والغربية، خرفكان، فجيرة، الزيد، دبا إن شاء الله بإذن الله نحن والأهل، ونصيف هناك ونشوف الأوضاع هناك والجو هناك. غرفة الشارقة مع إطلاقها لهذه النسخة تضيف نجاحا جديدا يضاف لنجاحاتها السابقة الممتدة لأكثر من 5 عقود بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص لدعم قطاع تجارة التجزئة وتحريك العجلة الاقتصادية وتعزيز حضور إمارة الشارقة السياحي لتظل وجهة جذب فريدة على مستوى المنطقة. من الأشياء المزعجة لمرضى السكري كثرة الفحوصات وكثرة التردد على المستشفيات، ولكن مع افتتاح مركز خاص للسكري في مستشفى خورفكان أصبح الأمر أكثر سهولة. فمع الدخول لمركز امتياز لمرضى السكري والقلب إحدى مبادرات مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، يرحب موظف الاستقبال بالمرضى ليدخل معلومات تسجيلهم من أجل بدء رحلة العلاج، وهنا التقينا بمدير مستشفى خورفكان الدكتور عبدالله البلوشي ليحدثنا عن المركز وأهدافه وامتيازاته. يعتبر المركز هذه خدمة متميزة لمرضى السكر، حيث يتلقون العلاج في يوم واحد وموعد واحد وتحت سقف واحد. المركز تم إنشاءه في عام 2021، وكان يهدف إلى عرض خدمات متميزة واستباقية لمرضانا من مرض السكر. كنا نعرف أن مريض السكر له علاقة طويلة ومستمرة مع المستشفى، فحاولنا نحول هذه العلاقة أن تكون علاقة إنسانية وعلاقة أكثر ارتباطاً مع المستشفى. وأما عن النتائج والنجاحات في مركز امتياز لمرضى السكري والقلب على مدار 18 شهراً الماضية فكانت كالتالي. أظهرنا النتائج هذه وطبعا يعني نشرناها في مؤتمرات دولية، وأظهرت لنا أن في تحسن بنسبة التحكم في السكر لمرضانا بنسبة تفوق 68%. اكتشفنا 7 حالات تم إنقاذها من الفشل الكلوي، أيضا تم إنقاذ 3 أشخاص من الجلطة القلبية، وأيضا اكتشاف 91 مريض ببداية اختلال في أمراض القلب، واكتشفنا 3 مرضى بعمر أقل عن 40 سنة باختلال بالنظر وتم إنقاذهم
من العمى، وغير طبعا التقييم النفسي اللي تم اكتشاف فيه تقريبا 13 مريض يعانون من الاكتئاب واللي كان يأثر على سير العلاج فيهم. رحلة العلاج تبدأ من غرفة الفحص المبدئي لقياس العلامات الحيوية كالوزن وضغط الدم ونسبة السكر فيه، وبعدها ينتقل للمختبر حيث تتم عملية أخذ عينة دم المراجع للكشف عن التحاليل. بعد هذه المراحل يذهب المريض لغرفة التثقيف الصحي، وبعدها لغرفة الإخصاء النفسي حيث يتم تقييم المريض من الناحية النفسية، وما إن ينتهي تشخيصه حتى تظهر نتائج تحاليل الدم المخبرية لتتم معاينتها من قبل الطبيب المختص بالسكري وإعطاء المريض العلاج اللازم. وبعدها يتم تحويل المريض لغرفة تخطيط القلب المجهزة بأحدث الأجهزة للكشف عن المشاكل التي قد يسببها مرض السكري. التغذية الصحية إحدى أهم مراحل علاج المريض، حيث يتم تثقيفه لبدء خطة جديدة في البرنامج الغذائي لتفادي مضاعفات مرض السكري. أما فحص العيون فهو مرحلة أخيرة في رحلة العلاج، إذ يتم فيها الكشف عن الشبكية من قبل طبيب مختص لتفادي تأثير مرض السكري على النظر والعين نفسها. صراحة ما عليه نزول، بدل واحد ضيع وقته كل يوم عند دكتور وعند دكتور، هي في يوم واحد يخلص أموره في وقت واحد. هذا المركز الحمد لله فضل من الله، طور المستشفى من ذاك الزمان لهالزمان، وصارت الخدمة أحسن وأحسن وأحسن، وتباركنا بالله أنه في مستشفى قسم القلب وقسم السكر مثلا، وكل الناس يراجعوا هنا، وكل ما استفادوا إنزين يمدحوا المستشفى. الصيدلية محطة انتهاء المريض من الفحوصات، وهنا يتم فيها استلام الأدوية التي تساهم في علاج مرض السكري والوقاية منه، وكل هذا يأتي في إطار تحقيق المركز أهدافه المرجوة بتقليل وتبسيط رحلة مريض السكري علاجياً، وهو ما ينعكس إيجاباً على صحته.